السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة عرغاية لنقف على الأشغال نتاع المستشفى نتاع الطب الجراحي الاستعجالي اللي راه قيد الأشغال في مدينة عرغاية. وللعلم أنه بالنسبة للولاية تاع الجزائر فيه 3 مستشفيات من هذا النوع، واحد في عرغاية والآخر في عين بنيان والثالث في بلدية براقي، وكلهم بسعة استيعابية تاع 120 سرير. إذن هنا رانا في عرغاية وهذه المنطقة الصناعية تاع عرغاية، هنا المدينة تاع عرغاية. ثم نروح نشوف الموقع تاع المستشفى هذا اللي راه قيد الأشغال. إذن هذا هو هنايا المستشفى اللي راه قيد الأشغال تاع الطب الاستعجالي الجراحي الاستعجالي إذن نتاع عرغاية. وهنا نشوف الأرضية، شوفوا الأرضية الطول تاعها هي حوالي 200 متر على حوالي 88 متر عرض. إذن هذا هو المشروع نتاع المستشفى تاع عرغاية. أترككم تتابعون الصور عن الأشغال تاع هذا المشروع، والسلام عليكم.